إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم، موعدنا اليوم مع كتاب تراثي عماني مهم أظهر فيه مؤلفه إلمامه الكامل بالعقائد ومذاهب الفرق الإسلامية بعد ظهور الإسلام والعقائد والأديان التي سبقت السماوية وغيرها، مستعينا بثقافة تاريخية متقدمة في الدفاع عن وجهة نظره في صراعات تلك الأيام التي ما زالت البشرية تعيش نتائجها حتى يومنا هذا، كما يقول ضيفنا في حلقة اليوم. إنه كتاب الكشف والبيان لأبي عبد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي، الصادر عن وزارة التراث والثقافة عام 1980 بتحقيق وشرح الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف. هذا الكتاب سنقلب صفحاته في الوقت القادم بصحبة الشاعر سماع عيسى. مرحبا بك استاذ سماح. حياك الله، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بك. كتاب الكشف والبيان، اخترت لنا هذا الكتاب في هذه الحلقه. طبعا سبق ان كتبت فيه ايضا عارضا لمجله اكثر من حياه الالكترونيه. نعم. دعنا ندخل هذا الحوار استاذ سماح. عن انت ذكرت في مقالك انه كان يعتقد ان هناك نسخه وحيده في مكتبه المتحف البريطاني اللي بلندن لهذا الكتاب. نعم. ثم اكتشفت نسخ بعد ذلك. نعم. يعني هي النسخه الوحيده التي وضعت في مكتبه المتحف البريطاني بلندن تحت رقم 2606، تشكل الجزئين، جزئي الكتاب. لان الكتاب من جزئين، ولكنها الميزه ان تلك النسخه قبل أن تكتشف النسخ الأخرى قدمت خدمة كبيرة للباحثين. أهم هؤلاء الباحثين الدكتور عوض خليفات الذي بحث في نشأة الحركة الأباضية. هذا كتاب، العنوان كتابه. عنوان كتابه، نعم. استفاد من تلك النسخة، وكذلك الدكتور محمد كفافي كتب بحثا باللغة الإنجليزية نشأة الخوارج حسب رواية القلهاتي. أي أنه بنى كتابه على تلك النسخة، أو بنى بحثه على على هذه النسخة. على هذه النسخة. جميل. وثم ثم فيما بعد لاحقا في الثمانينات فقط. يعني في الثمانينات اكتشف عدد آخر من هذه النسخ. هناك نسخة إذن في مكتبة وزارة التراث والثقافة، أو نسختين عفوا، ونسخة أخرى توجد في مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. أي أن عدد النسخ المتوفرة الآن فضلا عن النسخة الموجودة في مكتبة المتحف البريطاني ثلاث نسخ، نسختان بوزارة الثقافة ونسخة بمكتبة معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. نعم. وهذا طبعا ما يؤكد يعني أهمية هذا الكتاب طبعا. نعم. هذا الكتاب كما تفضلت سماء من جزئين. يعني قبل أن ندخل في بعض أجزاء هذا الكتاب، نأخذ بعض المعلومات عن كم جزء، كم باب فيه مثلا، فكرته العامة. هو الكتاب مثل ما تعرف
على غرار الكتب الموسوعية العمانية. لأنه لا يحدد لا يحدد موضوع بعينه. موضوعا بعينه. هو يتناول نشأة الإنسان ابتداء من نزوحه من الجنة. أيوة. ابتداء من خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان ووجوده على الأرض، مرورا بالتطورات الروحية التي مر بها، الأديان التي مرت عليه، وصولا حتى المراحل الأخيرة التي عاشها الكاتب نفسه، أي أنه يصل بنا إلى مرحلة الصراعات السياسية والفقهية التي عاصرها الكاتب. لذلك الكتاب يعتبر كتابا موسوعيا، ويتكون من 100 فصل على الأقل، يتكون من جزئين، ويدرس فيه في هذه الحالة بموضوعية بحتة المؤلف ديانات سماوية أخرى، طبعا اليهودية والمسيحية، فضلا عن الديانات المجوسية والهندوسية والزرادشتية والبوذية وغيرها من الديانات، دون أن يقف منها موقفا يعني معارضا أو متعصبا، أنه يقدمها إلى القارئ رغبة منه في خلق نوع من التواصل بين هذه الديانات أو هذه التجارب الروحية وتجاربنا. نعم، عبارة معارضا أو متعصبا هذه يعني أوحت لي بسؤال كنت أعددته في هذه الحلقة عن المؤلف القلهاتي. طبعا هو له قصيدة اسمها قصيدة الحلوانية. نعم. وهوجمت هذه القصيدة وأثارت لغطا يعني، واعتبر بسببها يعني تهمة بالعنصرية. نعم. يعني لو هو قراءة هذا الكتاب، قراءة كتاب الكشف والبيان، ووجود مؤلف يقف موقفا مرحبا بدراسة التجارب الروحية الأخرى التي مر بها الإنسان، يجعلنا نتحفظ على نسبة هذه القصيدة على نسبة لي؟ هذه القصيدة إليه، أو على موقفه العنصري بين الصراعات التي تمت لدى العرب بين القحطانيين والعدنانيين. هو لماذا اتهم يعني بالعنصرية؟ ايش فيها القصيدة؟ لأن يوجد فيها ذم للعدنانيين، ذم العدنانيين فيها، وشكك في وصولهم وقدح بهم. ربما يكون قد كتب القصيدة ومن ثم تعرضت هذه القصيدة للتحريف. لأنك أنت تتكلم عن تجربة مثل ما يقول المؤرخون أنه عاش في القرن منتصف الرابع القرن منتصف الرابع الهجري، أي أننا بيننا وبينه الآن أكثر من 1000 عام. نعم، هو حتى أيضا تاريخ حياته مختلف فيه. نعم، يعني حد يقول مثل ما ذكرت أنت، وفي أظن أيضا آراء أخرى. أيوة. هو متى عاش بالضبط؟ هو يوجد أكثر من تفسير لفترة 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 بقاء لفترة حياته. الشيخ سيد بن حمود البطاشي في كتابه إتحاف الأعيان كعادته، لأن كتابة إتحاف الأعيان للشيخ البطاشي يقوم على فرضية البحث وعدم أخذ المسلمة كما هي عليه من الأسلاف، فقام في هذه الحالة بعقد مقارنة بينه وبين العلماء الذين عاصروه من خلال كتبه، عندما يستشهد في كتبه بعالم ما معاصر له، يكتشف أن أولئك العلماء عاشوا في القرن الثالث الهجري. إذن هو يبني فرضيته على فرضية أن القلهاتي عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري على هذه المقاربات. الشيخ سالم بن راشد القلهاتي أطال الله في عمره، وهو الذي قام، وهو فقيه معروف، هو الذي قام بشرح القصيدة الحلوانية. ينكر ذلك، يقول أن العلامة القلهاتي عاش في القرن الرابع الهجري. وأما حول الانتماء القبلي أيضا، فيرى الشيخ سالم بن راشد القلهاتي أنه ينتمي إلى قبيلة مستقلة، هي قبيلة القلهاتي تنتشر في أنحاء صور. نعم. أنها موجودة هناك مستقلة في قلهات وصور، تلك المناطق التي عاش بها العلامة. نعم. إنما الشيخ سيد بن حمود البطاشي معتمدا أيضا على الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي، يرى أن هؤلاء فخضا من بني خروص. نعم. عموما يعني أخذنا وقتا كثيرا في المؤلف، الآن دعنا ندخل في الكتاب.
ذكرت قبل قليل أنه تحدث من ضمن ما تحدث عن تاريخ قدوم الإنسان، أحد فصول هذا الكتاب، أيضا لو تتحدث عنها. كافة مراجع أو مصادر هذا الكتاب حول تاريخ نزول الإنسان وبقائه وحياته اعتمد فيها على القرآن الكريم، ومن ثم أيضا أجرى مقاربات بذلك مع التوراة، أي مع كتاب العهد القديم، وهما على كل حال في هذه الجزئية متقاربان. نعم. أي أن نزوح الإنسان من الجنة إلى الأرض، تفسير ذلك في القرآن الكريم وفي التوراة متقاربان، ومنهما أخذ القلهاتي فرضياته. نعم. بما أنك ذكرت التوراة أيضا، هو تحدث عن التوراة والإنجيل أيضا. نعم. في بعض فصول هذا الكتاب هو ذهب إلى أن التوراة، قائلا أن التوراة هذا الكتاب هذا العنوان أصله أورثا، وأورثا يفسرها بالعبرية معناها وارثة. تقصد عنوان التوراة؟ نعم، عنوان التوراة يقصد. نعم. أن التوراة عبريا تعني التوراة كلمة عبرية. نعم. ويرى بأن التوراة معناها اللغوي أورثا. نعم. وأورثا العبرية لدينا تعني الورث. نعم. في اللغة العربية، بما يعني أن اليهود ورثوا هذا الكتاب المقدس على النبي موسى عليه السلام. نعم. لذلك هي سميت بالتوراة. أما حول الإنجيل فيرى بأن كلمة الإنجيل هي كلمة سريانية الأصل، ومعنى كلمة الإنجيل الإخراج. نعم. العربي، وهو يذهب في ذلك مفسرا أن الإخراج هنا في هذه الحالة أن الله سبحانه وتعالى أخرج هذا الكتاب من اللوح المحفوظ وأنزله على النبي عيسى عليه السلام. نعم. بما أن الوقت يداهمنا، هناك فصول أنت اعتبرتها في مقالك عن الكتاب فصولا مهمة، أتمنى أيضا أن نمر عليها، الفصول المخصصة للجاهلية أولا سنتحدث عنها، وأيضا سنتحدث عن الباب 37 المعنون في أطفال المشركين والمنافقين. دعنا نتحدث في البداية عن الجاهلية، ماذا قال في هذا الفصل؟ في الجاهلية هو يضع للجاهلية تقريبا ابتداء من الباب 29 وأيضا في الباب 30 وفي الباب 31، هذه الأبواب كلها يخصصها للعصر الجاهلي، مهاجما أولئك الذين يعتقدون بأن العرب في الجاهلية كانوا بدو الرحل وكانوا جهلة ولم يكن لديهم ثقافة ولم تكن لديهم أديان. نعم. يذكر علماءه في الجاهلية. نعم. يتطرق إلى علمائهم، إلى مؤرخيهم، وإلى حكمائهم، وإلى شعرائهم، ويقول يضيف مؤكدا أن العرب في الجاهلية كانوا قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا باليوم الآخر، وأنهم في الحقيقة كانوا منتظرين النبوة التي تجلت لاحقا في الرسول الكريم. نعم. جميل. هذا ما يخص الجاهلية. ماذا عن أطفال المشركين والمنافقين؟ طبعا هذا وقع فيهم اختلاف بين المسلمين. نعم. وتحدث عن هذا الاختلاف. يفرد لذلك في حول هذه الجزئية أطفال المشركين والمنافقين وما وقع فيه من الاختلاف بين المسلمين، يفرد بابا كاملا هو الباب 37. نعم. وفيه يبدع القلهاتي إبداعه الخاص قائلا أن تلك الفرضية التي ذهب إليها بعض العلماء من أن أطفال المشركين مأواهم نار جهنم حتى إذا ماتوا أطفال الرضع هو ادعاء باطل، ويدخل في حوار موضوعي يبعد فيه الإسلام عن موقف يودع أطفالا النار، موردا أن العاقبة لمن بالغ وعاند وكفر، موردا قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله جل ذكره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والطفل لم يأته رسول فينكره مثل ما كتب القلهاتي ولا كتاب فيجحده، ويضيف القلهاتي خاتما بحثه الله تعالى أكرم وأرحم من أن يعذب الأطفال الصغار العذاب الأليم ويؤلمهم الألم الشديد
بنار جهنم دائمين فيها أبدا بذنوب لم يقترفوها. نعم بالضبط. حديث ممتع أستاذ سماء، لكن وقت البرنامج للأسف لم يتبقى لدينا وقت. شكرا جزيلا لك الشاعر سماء عيسى على هذا العرض الجميل لكتاب الكشف والبيان للعالم العماني أبي عبد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي، الصادر عن وزارة التراث والثقافة عام 1980 بتحقيق وشرح الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك حسن. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.